بسم الله نبدأ. محتوى: صناعة المحتوى الرقمي عبر تطبيق أوفر. طبعاً في البداية السؤال اللي ممكن يدور في ذهنكم: هل بإمكاني أن أكون صانع محتوى بدون ما يكون عندي مهارات في التصوير أو مهارات في التصميم أو حتى مهارات في إجراء المقابلات أو كتابة النصوص؟ الجواب نعم. كلنا ترى ما نعرف نصور، ما نعرف نصمم، ما عندنا خلفيات يمكن كبيرة في مهارات التصميم والجرافيك ديزاين، ولكن اليوم السوشيال ميديا أو وسائل التواصل وحتى التطبيقات الموجودة سهلت علينا الموضوع بشكل كبير. الصوت مو شغال؟ الصوت واضح؟ أوكي. فإذا مع هذه التطبيقات وبالتحديد اليوم اخترت لكم غير أوفر، ولكن أوفر جمع وايد خاصيات، ومن شغلنا في قسم إدارة المحتوى احنا نستخدمها كل يوم لكل التغطيات اللي نقوم فيها. فهل بإمكانك انك تصنع محتوى؟ اي نعم، حتى لو ما كانت عندك مهارات تصوير. كل اللي راح نتعلمه اليوم بعض الأساسيات البسيطة اللي ممكن تتعلمونها سواء كنت كبير أو صغير، سواء كنت موظف أو في قطاع خاص، ممكن تساعدك على المستوى الشخصي أو على المستوى العملي أو المهني. شنو أهم النقاط اللي راح نتعلمها أو نكتسبها اليوم؟ سرعة الإنجاز واختصار الوقت. الوقت اليوم مهم جداً. عندنا إيفنت نبي ننزل في وقت الإيفنت، ما عندنا وقت إن نطرش إحنا خلينا نقول الأرت وورك أو نطرش الأشياء اللي نبي ننزلها على الإنستغرام، فعندنا تطبيق راح ينجز لنا الموضوع بكل بساطة وسرعة. جذب الجمهور. الجمهور اليوم ذكي، يلاحظ، يعرف الفرق بين المحتوى يعني المصنوع أو المعد بطريقة احترافية والمحتوى اللي يعني خلينا نقول بشكل اعتيادي. اليوم عشان تتميز وتجذب الجمهور لازم تتميز أيضا في صناعة المحتوى. زيادة التفاعل هو أيضا هدف مهم إذا كنت أنت تعمل أو تريد تحقيق هذا الهدف، إن أنت تزيد الانجيجمنت، الكومنت، التفاعل بينك وبين الجمهور، التنسيق والاستمرارية، وهي أيضا خاصية مهمة جدا. الاستمرارية هي اللي راح تضمن أن الجمهور يتم تفاعل ويتم متابع البوستات اللي أنت تنزلها. فالشكل والتنسيق الشكل العام لما المستخدم يدش يشوف أن أنت تستخدم نفس الأسلوب، نفس الثيم، نفس البراندينج اللي هي الهوية، هذا راح يسهل عليك أيضا مهمة جذب الجمهور وزيادة التفاعل، واللي اليوم راح نحاول نتكلم عنه أو نطبق. أهم المحاور اليوم اللي راح نتعلمها: استخدام التطبيق، خصائص التطبيق، التعامل مع النماذج الجاهزة، والتدريب العملي لصناعة المحتوى. فإذا السؤال هو: كيف يمكنك صناعة محتوى جذاب لمنصات التواصل الاجتماعي؟ شنو هي أهم هذه العناصر؟ في عناصر مهمة يجب أن تكون موجودة في المحتوى اللي راح تنشره. أول شيء الهوية أو الشعار أو مثل ما نقول اللوجو. إذا كنت تعمل في مؤسسة أكيد لها لوجو، إذا كنت تمتلك براند أو خلينا نقول علامة تجارية لها لوجو. من هذا اللوجو أنت تستمد منه الهوية، الثيم، الإحساس اللي أنت حاب توصله للجمهور، وأيضا تستمد الألوان. فالهوية والشعار جزء أو عنصر أساسي من البوستات والمحتوى اللي راح نعرضه للجمهور. الصور. الصور أيضا هي جزء مهم من المحتوى. أجين نرد نقول إن إحنا مو مصورين، مو محترفين، محترفين في التصوير، ولكن اليوم التطبيق اللي راح نعرضه عليكم راح يسهل عليكم مهمة الصور، وراح تشوفون شلون. أيضا الصور ممكن تنصدمون أحيانا، صورة
تلتقط بالتلفون ممكن توصل للجمهور أكثر من ما إذا كانت احترافية. فإذا أنت في موقع الحدث وفي حدث صاير، استخدم تلفونك، جرب أنك تستخدم التلفون وتصور الصورة، وممكن بعدين تعدل عليها من خلال التطبيق اللي هو سهل جداً تعديل الصور. الصور مثل ما نقول هي تعبر عن 1000 كلمة، أو يعني تكون رمزية، وهي أيضاً تحمل رسائل ممكن تفيدنا في صناعة المحتوى. العنصر الثالث وهو النص. النص عنصر أيضاً مهم، منها إذا خنقول فشلنا في الصورة، في أن الصورة توصل الرسالة، النص موجود أيضاً يدعم الرسالة أو المحتوى اللي نريد إيصاله. النص يندرج تحته نوع الخط، طريقة ترتيب النص، كل هذه يضمن أيضاً الاستمرارية في الشكل. إذا كان عندكم شكل ثابت، ويعني خنقول layout أو شكل ثابت للنص، أيضاً يخلق ألفة للجمهور اللي راح يجي، خلاص راح يبتدي يتعرف على أن هذه العلامة التجارية وهذا الإحساس اللي تريد توصله للمتابعين. الألوان، الألوان مثل ما قلت لا علاقة أيضاً بالشعار. الألوان هي اللي تعطينا الإحساس، سواء أنت كنت قاعد تشرح لي أو قاعد تصنع محتوى لحملة تقيمها، أو مثلاً لعلامتك التجارية، الألوان راح تستمدها من اللوجو، من الثيم، من أيضاً شنو الألوان أحياناً للترند. راح نشوف أيضاً شلون ممكن التطبيق يسهل علينا إن شلون إن إحنا ممكن نسوي باليت اللي هو لوحة الألوان بشكل سهل جداً. أنا أوعدكم اليوم راح تطلعون من الدورة وأنتوا قادرين أنكم تصنعون محتوى يناسبكم ويناسب ذوقكم. هو في البداية خلينا نقول صعب مسألة ذوق، مهم إن إحنا نجرب ونشوف شلون ممكن نصنع شيء يمثلنا. ننتقل إلى خصائص التطبيق. هل أنا سريعة ولا أوكي؟ شلون السرعة؟ تمام. خصائص التطبيق، تطبيق اسمه أوفر، اللي ما نزل التطبيق بإمكانكم تنزلونه. خلونا نشوف شنو في التطبيق. طبعاً عقب ما أكمل البرزنتيشن راح ننتقل للمررين وراويكم خطوة بخطوة شلون ممكن نصمم التطبيق. في Ready Templates اللي هما تصاميم جاهزة، راح تسهل عليكم. ما تتخيلون نص الشغل في التصاميم الجاهزة، يعني أنتوا نص الشغل خلاص انشال عنكم بسبب التصاميم الجاهزة. في مجموعة التطبيق، في مجموعة من الصور والفيديوهات. طبعاً التطبيق في منه نسخة مجانية ونسخة تقدر تشتريها. النسخة اللي تقدر تشتريها طبعاً بتتيح لك تامبلتس أكثر، بتتيح لك صور ممكن تستخدمها. الفيديوهات والصور إذا أنت بتوهق ما عندك مصور، ما تعرف تصور، هني الإيمجز والفيديوز راح يسهلون عليك هذه المهمة. قياس البوستات حتى البوست حسب المنصة. هذه أنا كانت تواجهني المشكلة لما تيجي تقول أنا بصمم بوست بس ما أعرف السايز، فلازم أدش جوجل وأتأكد، وجوجل يعني يعطيك سايزات مختلفة، يعني يمكن تجرب تحط السايز ويطلع بعدين ما يناسب. فهذا التطبيق يجهز لك التامبلت جاهزين بالسايز لإنستغرام، تويتر، يوتيوب، حتى شنو بعد بنترست، أكثر من تطبيق جاهز. ما عليك إلا إن أنت تضغط على التامبلت ومكتوب عندك مثلاً ستوري، سكوير، بورتري، أو لاندسكيب، الطول أو العرض، وعليك إن أنت بس تختار وتبتدي في التصميم. عندنا أيضاً مجموعة من الخطوط، عندنا خطوط عربية موجودة في التطبيق، وعندنا خطوط باللغة الإنجليزية، وأيضاً هناك خيار إن أنت تنزل الخط اللي يناسب هويتك أو علامتك التجارية. راح أعلمكم بعدين شلون ممكن تنزلون الخط،
شو ممكن تستخدمونه. الخطوط دائما مثلا في الخطوط الأجنبية والإنجليزية في منها خط بولد مثلا، والخطوط اللي ممكن تتناسب مع الخط اللي تستخدمونه. عندنا المزيد من النماذج، هذه نماذج مثلا invitations دعوات، تخيلوا ما يحتاج تستخدمون أي graphic designer أو تصميم، كل اللي عليكم عندكم تابلت نموذج جاهز، تغيرون الكلام وthat's it، عندكم لوجو، ما عندكم شعار تبون تصممون شعاركم، في ready business cards بالحجم بالسايز تقدرون تسيفونه في النهاية وتطبعونه. عندنا أيضا graphic، هذه الجرافيك هي عناصر ممكن تستخدمها في التطبيق مثل البرشز، هذه العناصر بتضيف جمالية وعمق وأيضا خلينا نقول تبرز التصميم اللي راح تقوم فيه. وراح نراويكم بعدين بعد شوي شلون ممكن احنا نطبق او نستخدم هذه العناصر. طبعا انت كصانع محتوى أو تدير منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عندك إنستغرام، يوتيوب، تويتر، كلهم اليوم فيهم ستوري. فاليوم أنت شلون تتميز في الستوري اللي أنت تقدمه؟ ممكن تصنع فلتر أو إطار، وهذا اللي إحنا نسويه في وزارة شؤون الإعلام في القسم. على سبيل المثال كان عندنا حملة اسمها قل خيراً، أكيد شفتوها، شفتوا الحملة؟ التطبيق اسمه أوفر، لونه بالأصفر، تقدرون تنزلونه. أوكي، الحملة قل خيراً اللي هي ضد التنمر، وأن تدعو إلى أن الأشخاص يستخدمون أو يعني يبتعدون عن التنمر الإلكتروني. الألوان مثل ما تشوفون بالأزرق، أنا خليت الخلفية صفرة عشان يبرز، هذا هو الفلتر، جداً بسيط، في فيد، في جريدينج مثل ما تشوفون، الشعار في الزاوية في الأعلى، وعلى اليمين تشوفون يمين ولا يسار تشوفون التلفون شلون الصورة التقطت، هاي صورة مصورة من المصور طرشها لنا، نحط عليها الفلتر وننشرها على طول. وأيضا أنا يعني قمت بتصوير الصور وأنا موجودة، فيديوهات راح أراويكم بعدين شلون ممكن نركب الفلتر والصور. عندنا غلاف الاي جي تي في، الاي جي تي في ايضا عنصر في الانستغرام للفيديوهات اللي هي اكثر من دقيقه، هذا الغلاف هو راح يميز ايضا سواء عندكم، هذا احنا تصميم الفريق عندنا في الاداره كان لرمضان، وفيه الثيم وفيه الالوان، تشوفون العناصر اللي ممكن تمثل الأجواء أو السيزن أو الموسم اللي إحنا نتكلم عنه. طبعاً هذه التصاميم إذا عندكم وقت تقدرون تطلبون من القسم الموجود الجرافيك ديزاين إنه هو يجهزهم قبل بوقت ومع السايزات، سايز الـ IGTV اللي راح نشاركه بعد شوي، وبإمكانكم وقت المناسبة أو الحملة أو أياً كان تقدرون تستخدمونها. هناك تطبيقات بإمكانكم تنزلونها راح تساعدكم هذه التطبيقات في تحميل الخطوط أو اللوجو أو أي عنصر من العناصر اللي أنتوا حابين تستخدمونه في التصميم أو صناعة المحتوى. جميل، الحين ننتقل إلى التطبيق، خلاص ندش في البراكتس. عندكم أي أسئلة بإمكانكم تسألوني. زكريا، you cannot start screen. Okay, let us. ممكن سلايد البرامج المساعدة طبعاً، هذه أهو اللي هو جوجل درايف، دروب بوكس، ودوكيمنتس. سواء انتم كنتوا اندرويد او خلينا نقول ابل يوزرز، انا من ابل، مستخدمي ابل ايفون،
فأنا أستخدم الدوكيومنتس لأنه هو أسهل بالنسبة لي ومتعود عليه، ولكن كل التطبيقات ممكن تساعدكم. أوكي؟ Will there be any footnote trademark of the application on the artwork? لا، ما راح يكون في قصدكم do you mean الواتر ستامب أو أن اللوجو مو موجود. لا مو موجود. وإذا اشتريت التطبيق يعني ما راح يكون في أي علامة تدل إنه هو مو بالمجال. Okay, so we we want a mirror. الحين استعدوا وافتحوا التطبيق. Can we mirror it? تمام. الصوت رجع. هل بتقدرون ان انتم تسوون الفلتر؟ اي نعم تقدرون تسوون كل شيء. شنو حابين تتعلمون اول شيء؟ تبون تتعلمون شلون نسوي فلتر في البدايه؟ But I want to see the comments in this form. What I'm seeing now is okay. Okay, okay, good. Okay. تبون تتعلمون الفلتر؟ اوكي. في البداية تضغطون على الزائد الأصفر اللي هو راح يفتح لنا هذه الصفحة مثل ما أنتم شايفين. خل نروح لترانسبيرنت. ترانسبيرنت معناته شفاف، معناته الخلفية راح تكون شفافة واللي بيسمح لنا إن احنا نحط صور أو فيديوهات وراء هذا التصميم. خل نروح لسايز الستوري. خلنا نقول ان احنا بنصمم هذا التصميم او هذا الفلتر لستوري الانستغرام. نضغط على الصح ويفتح لنا هذه الصفحه. ابيكم تطبقون وياي وتشاركوني بعدين التطبيق في الشات، ابي اشوف تطبيقاتكم. اوكي، فاذا خلنا نقول نبي نسوي شوية تدرجات. أنا سويت أمس فلتر مثل ما أنتم شايفين. هذا الفلتر اللي سويته أنا استخدمت ستامب. خلنا نعتبر أن هذا الشيء، هاي الستامب هو اللوجو مثل ما تشوفون عندكم. ما عليك، بنعيد. هذا هو التصميم، بنسوي نفسه. أوكي، مثل ما قلت نروح في البداية عند الزائد، عند الزائد الأصفر نروح transparent اللي هو الشفاف. نختار الحجم، حجم الفلتر اللي حابين إن احنا نصممه. أنا بختار الستوري. شلون غير يصير؟ نختار الستوري. سووا لي سكرين شوت، إذا عندكم أي مشكلة سووا لي سكرين شوت وشاركوه في الشات. نضغط على علامة الصح. الحين اللي بنحتاجه إن احنا نبي نسوي هذا التدرج في الألوان. فخلونا نروح لجرافيك. أوكي؟ ونكتب في الجرافيك gradient. A D I E اوكي، gradient. gradient معناته تدرج. اسم البرنامج ما يطلع، نختار الترانسبيرنت. بلى يصير اسم البرنامج over. اوكي، الكل تمام؟ متابعين معاي؟ احد عنده مشكله غير هلا؟ اوكي تمام. عندكم اشكال والوان من التدرجات، هني تنزلون تحت بتشوفون الاشكال كثيره. اوكي، وايضا فوق هم الكولكشنز. الكولكشنز عباره عن يعني مجموعه من التصاميم صممها شخص وحطاها حطاها لكم في ملف واحد. فمثلا خلينا نختار هذا الجريدينت. تروحون في النهاية، طبعاً في ألوان وأشكال،
الألوان اللي تحت هذه شفافة، اختاروا أي لون تحبونه، خلينا نقول اللون الأصفر، لما تضغطون عليه راح يفتحه عندكم. اختاروا لوجو من عندكم، إذا عندكم لوجو تقدرون تحطونه. راح أرويكم الحين شلون ممكن تحطون اللوجو. التدريج تقدرون تحطونه تحت، شوفوا أنا نزلت الجزء الغامق أو الغامق تحت، لما تضغطون عليه تضغطون على علامة الصح الأصفر، خلاص الحين نزلت عندكم الصورة. لما تضغطون على الصورة بيطلع لكم خيارات Edit, Replace, Duplicate, Delete و Copy. اعتبروا هذا المنصة، هاي الشاشة مثل الفوتوشوب. شوفوا فوق عندكم سهم نازل على تحت، عندكم سهم راجع، يمكن لأن النسخة اللي عند الأستاذ ياسمين مدفوعة وإحنا النسخة المجانية فما عندنا الخيار اللي موجود. عندكم الأوفر التطبيق؟ أوكي. عندك النسخة الغير مجانية؟ غير مجانية صح؟ لا موجود، اللي موجودين عندنا فيه الخيار. خلوني أرجع معاكم تشوفوا. شوفوا معاي في البداية، شوفوا الزائد الأصفر نضغط عليه في الوسط، ما يطلع لكم image video transparent backgrounds، أول خيار لازم يكون موجود، ما يطلع عندهم. أندرويد أو أبل؟ أكاها موجود؟ سووا سكيب في البداية. أوكي موجود؟ It's available on the free version on iOS. أوكي خلونا نواصل، بس بعيد الخطوة آخر مرة. أوكي وخلونا نواصل. اللي عنده مشكلة أوكي طبقوا على مو ترانسبيرنت، ما عليه في حل، كل مشكلة لها حل. إذا ما قدرتوا تختارون خيار ترانسبيرنت بنشوف له حل بعد الورشة، تقدرون تتواصلون معي. الحين اختاروا أي خيار، وايت بلاك اللي هو. أوكي نرجع للتطبيق، شوفوا إذا أنتوا بديتوا مشروع أنا عندي يتسيب في نهاية الخيارات. شفتوا اللايرز فوق في ثلاث طبقات، اضغطوا عليها. هذا الاوبشن هو اوبشن اللاير، كل عنصر بتحطونه في التصميم هو موجود في هذه الخاصية اللي هو اللايرز. فإذا سويت الجريدينج اخترت اللون حطيته أنا على تحت، خلنا نسوي له دوبليكيت. دوبليكيت هو راح يكرر اللون، شلون حطيته اللون مثل ما قلت، نروح لجرافيك، تروحون لسيرش، الاوبشن اسمه gradient GRA، ويطلع لكم الاوتو كوركت اذا انتم كسلانين مثلي، gradient وسيرش، خذوا السبلينج. اوكي يطلع لكم كل الخيارات اللي هي تدرجات، اختاروا التدرج اللي هو شفاف. فإذا بتروحون حق التامبلت الرابع، هل هو فري؟ يطلع عندك. أوكي اختاروا أي شكل، حتى لو كان هذا الشكل، أي شكل شفاف وبالمجان، وتقدرون تكبرونه وتحطونه بالزاوية اللي أنتوا تبونها. أوكي وبعدين تضغطون على الصح، فإذا صار عندنا التدرج اللي إحنا نبيه. ولو بتروحون على اللايرز بتشوفون كل العناصر اللي موجودة، إحنا سوينا له ديبليكيت الأصفر بس أنا ما أحتاجه الحين، فأقدر أسوي له ديليت. شفتوا هني؟ شفتوا هذا الماينس الأحمر؟ تضغطون عليه وتسوون له ديليت. حلو؟ الخطوط الثلاثة اللي على اليمين تقدرون تضغطون عليها أو تضغطون على
تضغطون عليها تقدرون تحركون اللاير، مثلا إذا كان عندكم تكست أو غيره تقدرون تخلونه فوق الأصفر أو تحت الأصفر. إذا تضغطون عليه فترة، خلونا نجرب دقيقة، layer again، شوفوا تضغطون فترة على اللاير نفسها يطلع لكم copy, duplicate و lock. اللوك راح يغلق لكم هذا التصميم، بحيث إذا حطيتوا عناصر فوقه وايد يكون أسهل عندكم إن أنتوا تحركون العناصر الثانية. فأنا بسوي لوك للأصفر، شوفوا طلع لي الخيار اللوك، وأقدر أفتحه مجرد ما أضغط عليه. جربوا معاي سووا له لوك وفتحوه، لما تضغطون عليه unlock. أوكي، فأنا بسوي له التدرج لوك عشان ما أتأذى، خلاص عجبني مكانها، هاي المكان اللي أنا أبيه. الحين خلينا نقول نحتاج إلى لوجو. أوكي، خلينا نروح لشيبس. لا سوري، مو شيبس، شيبس طبعاً في كل العناصر اللي إذا أنتوا حابين تستخدمونها. هذا العناصر المفرغة، يعني دائرة مفرغة تكون، مربع مفرغ، بعدين تقدرون تغيرون تختارون أي شكل من الأشكال اللي أنتوا حابينه. أوكي، هني ممكن الزوايا، شفتوا هذا الخيار اللي جنبه. أوكي، shape only for pro، إذن هي النسخة المدفوعة، لكن أنا بشرح لكم مو مشكلة، تقدرون تشوفون كل الأشكال. جميل، نروح لجرافيك. خلينا نقول شوفوا من ناحية الكويك سيرش، ما يحتاج حتى نكتب سيرش فوق، عندنا لوجو، أو تقدرون تكتبون لوجو. اختاروا أي شعار أنتوا حابينه. أنا بقول أبي ستامب. ستامب، ستامب معناته ختم. الختم بيطلع لكم مجموعة كبيرة من الأختام، بما أن إحنا كورونا محبوسين فبختار طيارة. خلنا نعتبر إن إحنا قاعدين نسوي ستوري حق مكتب سفر، أو أنتوا في السياحة أو إلى آخره. اخترت الستامب، أوكي، راح أحطه في زاوية، يا في النص أو في الزاوية. نصيحة، لا تاخذون الستامب في النهاية هني مثلا. ليش؟ لأن إذا نزلتوه على الإنستغرام ممكن ما يبين، فخلوه دائما في منطقة تكون في النص، أو ممكن تخلونه فوق. اختاروا اللون أو الشكل اللي ممكن، يعني اللوجو لازم يكون واضح وبارز. مثلا هذا اللوجو ما ينفع، فأنا بحط عليه X، أوكي، ويرجعني للستامب. أختار شيء ثاني، خلينا نقول هلولو هواي. أوكي، جميل، في بنفسجي، أنا راح أختار أني أحطه على هذه الجهة وأضغط على الصح. هني تروحون لللايرز تشوفون أنظاف اللوجو. تمام، في أي أسئلة؟ تبون أفتح لكم الصوت ولا أنتم مرتاحين كذي بالكلام؟ خلونا نسوي له لوك اللوجو عشان ما يتحرك. الحين بإمكانكم تكتبون النص، خلونا نجرب على النص. أقدر أخذ شعار محفوظ عندي في الاستوديو؟ أكيد تقدر. هني تروحون لإيمجز، إذا تبون تستخدمون لوجو موجود روحوا للإيمجز، بتشوفون في فوتوز صور أو لوجو. اللوجو هني أنتوا إذا عندكم لوجو جاهز تقدرون تضغطون على علامة الزائد وتروحون لفايل. الفايل راح يفتح لكم البراوزر. أنتوا مثلا، أنا أستخدم دوكيومنتس، فأقدر الحين أبديت. تعرفون اللي بيسوي أبديت. أوكي، دوكيومنتس أو داونلودز بيجز، يكون موجود عندكم اللوجو، تختارونه وتنزلونه. أوكي، أنا مثلاً
خلوني أراويكم مثلا فوتو لايبرري، حتى لو عندي صورة مفرغة مثلا لوجو، وين كنت مستخدمة لوجو قبل فترة اللي هو القمح. أوكي هذا مو مفرغ، ما ينفع، لازم يكون بلا خلفية، يعني مثلا هذا. أوكي يمكن مو واضح شوي. أوكي طبعا اللوجو تقدرون أيضا تسوون له فلترز، أجست للكونتراست، الإكسبوجر، كل هذه الأشياء. على سبيل المثال هذا هو اللوجو، تقدرون تكبرونه تصغرونه على الحجم اللي أنت تبونه. خاصية حلوة في البرنامج إنه شفت الخطوط الصفر، هذه الخطوط تعلمكم أنتوا في النص، في نص التصميم. يعني مثلا هاي اللوجو الحين في السنتر موجود في النص، فتقدرون تحطون اللوجو مثل ما قلت لكم أي جهة أنتوا حابين فيها. تجنبوا خلوا شوي هامش عشان من تلفون لتلفون أحيانا الستوري يختلف، فما تبون أن يكون اللوجو مقصوص أو مأخوذ جزء منه. وأحيانا أيضا الستوري في أوبشن صح؟ مثلا سند وغيره، فيكون عليه الأوبشن مال الستوري أو الإنستغرام على اللوجو، فاختاروا مكان أنتوا تعرفون أنه بيكون واضح. أنا ما راح أحتاجه، فراح أسوي له ديليت. إذا سويت له ديليت وأبي أرجعه، ما يحتاج أدش الإيمجز وأرد أسوي، لا، كل اللي علي إني أضغط أنا على شنو؟ على هذا السهم. السهم يبين لكم؟ يبين إذا حركت الماوس؟ على شنو؟ على السهم اللي راجع. أوكي؟ يعني أسوي له ديليت، أقدر أستخدم السهم ويرجع لي الخطوة اللي قبلها، يرجع لي كل الخطوات على كثر ما أنا أبي، بحيث إذا أنتوا بالغلط سويتوا له ديليت ما يحتاج تردون تدشون وتنزلون اللوجو أو إلى آخره. إنزين الحين خلونا ننتقل للتكست. أوكي خلونا ننتقل للتكست. عندنا خيارات كثيرة من أنواع الخطوط. خلنا نكتب مثلاً summer time. أوكي؟ تقدرون تغيرون الخط لأكثر من نوع وتشوفون خيارات لها متناهية، مشبوك، سيرفت، أنسيرفت، اللي هو. تقدرون تروحون في النهاية بتشوفون get more. لما تضغطون على get more راح يفتح لكم المكتبة، مكتبة الخطوط. تقدرون تشوفون الخط اللي أنتوا يناسبكم في tropical، على الثيم، على حسب الثيم. أنتوا شنو الثيم مالكم؟ funky، boho، glitch، يعني في أنواع وأشكال. طبعاً هذه النسخة اللي إحنا مشترينها، ولكن إذا ما كانت بالمجان اختاروا الحين أي خط عندكم downloaded. هاي الأشياء اللي موجودة في المكتبة الحين تقدرون تسوون لها edit في حالة أنتم ما تبون يكون عندكم زحمة، تبون تحذفون الخطوط اللي أنتم ما تستخدمونها، تقدرون تضغطون على edit مثل ما راويتكم، بتسوي الخطوة مرة ثانية edit على الأحمر الدائرة الحمراء وديليت. تقدرون تحركون أماكنهم، مثلاً أنا الخط اللي أستخدمه دائماً في النهاية راح أجيبه أسحبه لفوق عشان ما أتعب وأنا أدور. هاي الخاصيات الصغيرة راح توفر علينا وقت كبير لما يكون عندنا إيفنت ونحتاج إن إحنا ننزل البوست. فدان أوكي أنا راح أختار جولدن، اوريدي موجود عندي الخط انا منزلته. اذا حتى شفتوا الخيار اخر شيء جيت مور، تقدرون تختصرون هذا الخيار كله. شفتوا السهم الابيض اللي على فوق؟ اضغطوا عليه يفتح لكم لايبرري، ما يحتاج حتى تروحون للنهايه. جميل معاي انتو؟
كل شيء تمام، فأنا بختار Golden Youth. أوكي، أضغط على الصح، أو ممكن لا، خلنا نغير، خلنا نختار شيء كذي مشبوك مثلاً، شيء جميل. أيوة، Summer Time، هذا مجرد مثال. أوكي، لا نبي شوي أوضح. هذا وايد يشبه الخط، نسوي له انتر. انتر راح ينزل الكلام summer time مثلا، ونضغط صح، بتشوفون اللايرز نضاف عندنا الخط. الحين خلينا نقول جاهز عندنا، خلاص احنا راضيين بالتصميم اللي صممناه. تروحون للعلامة اللي موجودة في اليمين بالأصفر، تضغطون عليها، راح يفتح عندكم نافذة اللي هي خيارات السيف. عندكم Export Setting تحت، بلو تحت في عندكم Export Setting. هني ممكن تختارون شنو نوع الفورمات اللي انتو تبونه، تبونه PDF، صورة، PNG، اللي انتو تبونه، والكواليتي اللي موجود. اوكي، Set as Default، هاي انه خيار موجود، يعني ما يحتاج انا غيره. عندكم Best Quality، High Quality، Mid Quality، هاي الخيارات تساهم في حجم الملف، يعني البست كواليتي حجمه يكون أكبر، الهاي أقل شوي 70% ملد. أوكي، ولكن دائما أخذوا الهايست كواليتي. ليش؟ لأنه ما تبون التصميم يكون غير واضح. أوكي، خلنا نسوي بينج. أوكي تمام، هني ممكن نسيفه سيف. ما تسكون التطبيق إلا لما يطلع لكم Save to Folder. طبعاً تقدرون تفتحونه على الإنستغرام سيدا، ولكن إحنا فلتر. How can we re-edit the text؟ أوكي، خلونا نشوف. عندنا التكست، نضغط عليه مرتين. أوكي، تضغطون على التكست مرتين يفتح لكم التكست. تقدرون تكتبون اللي تبونه. اوكي، هلو مثلا، نغير كمان. ومثل ما قلت في التكست تقدرون تغيرون الستايل، الستايل اللي هو مثلا على جنب، وسط، يمين، يسار. اوكي، السبيس، السبيس هو المسافه بين كل حرف وحرف، تقدرون تبعدونه. خلينا نقول إذا إحنا كتبنا كلمتين Hello Summer، أوكي، شوفوا السبيسينج بين الحروف، وفي السبيسينج بين الكلمتين، نقدر نصغر السبيس نضغطه، نقدر نكبر السبيس. Caps اللي هو Capital Letter كلهم، أو Small Letter كلهم، على حسب الخط راح يعطيكم الاوبشن. والكيرف عندكم خيار ان احنا نسوي دائري كذي، او على فوق like a smiley face، بس احنا بنخليه مثل ما هو. اوكي، عندكم خيار اللون، تقدرون تغيرون اللون، لون الخط. خلينا نقول نغيره، خلينا نسويه اذا تبون مثلا اي لون كان. خلينا نقول أنا أبي لون اللوجو، ما أبي لون غير اللوجو. شفتوا آخر خيار؟ هذه القطرة، اضغطوا عليها. هاي الخيار تسحبونه لأي لون تبونه، عنصر موجود في عناصر التصميم راح ياخذ لكم اللون أهو. شفتوا؟ الحين خذ لي الأخضر مثلاً، أضغط على السهم الأصفر صار عندي لون. خلونا نعيد الخطوة. إنزين، القطرة نسحبها للون اللي إحنا نبيه،
خلينا نقول إن إحنا بنستخدم هذا اللون أكثر من مرة في أكثر من تكست. شفتوا آخر خيار الحين سحب لنا اللون صح الأخضر في دائرة عليها زائد، ضغطوا على هاي الزائد، هاي الزائد راح يدرج لنا اللون في الخيارات الموجودة، فحين صار عندنا موجود. لما قلت لكم من عناصر التصميم الألوان، الباليت، باليت الألوان هو جزء من الهوية. Sorry, I joined late because I was not emailed on time. What's the app? The app is called Over. Okay. خلينا نقول إن إحنا نبي هذا هو شعارنا، نبي نسوي باليت حق كل البوستات، مو كل مرة إن إحنا بنسحب اللون. شفتوا السهم اللي موجود على اليسار؟ سهم هذا الأبيض، ضغطوا عليه. أوكي؟ تقدرون تسوون باليت. سويتوا زائد، شفتوا الزائد اللي يم كلمة باليت؟ ضغطوا عليها. الحين عندكم كانفاس جديد، اعتبروه منصة جديدة راح تضيفون فيها الألوان. مثلاً خذيت اللون الأخضر، أضغط على الزائد. خذيت اللون البنفسجي، أضغط على الزائد. أكبروه قاعد يسوي. خذيت اللون الأصفر، أضغط على الزائد. خذيت اللون البنفسجي الفاتح، على الزائد، وغيره. على كثر الألوان اللي أنتوا تبونها. أوكي؟ الحين عندنا الباليت الألوان. أوكي راح نعيد. راح نعيد شلون ممكن آخذ الألوان. أوكي الحين عندنا هذا هو التكست، كان خلينا نقول بلون الأسود. وبس وين راح؟ صار شفاف الحين. لا ديليت. أوكي خلينا نقول هو كان بلون بنفسجي. تضغطون على النص، في عندكم خيارات تحت، تروحون لكالرز، كالرز اللي موجودين. نبي نسحب لون جديد، تروحون على القطرة وتسحبون للمكان اللي انتو تبونه، وتضغطون على الصح الأصفر. حلو؟ هنصغر الخط شوي، بصبعكم كذي تقدرون تمسكون الخط وتصغرونه، تحركونه في المكان. دائما تأكدوا تشوفوا الخط الأصفر اللي قاعد يطلع، تشوفونه قاعد يراويني إنه هو aligned، إنه هو على نفس مستوى اللوجو، فهذا يساعدني إن أنا ما أطلع أسوي اللوجو هني في شيء في التصميم اسمه balance، اسمه توازن. لازم كل شيء يكون في نفس الخط. وهذا لما كنت أتكلم عن البداية عناصر صناعة المحتوى اللي هو النص، إنه يكون مرتب في نفس الشكل. هذا مجرد نموذج. المهم نروح للكالرز، خلاص سحبنا اللون، نبي نسوي باليت. باليت اللي هو مجموعة من الألوان اللي راح تمثل هوية المؤسسة أو البراند اللي عندكم. تروحون للسهم اللي رايح على فوق، تروحون للزائد، الزائد راح يتيح لكم انكم تصممون الباليت اللي انتم تبونه. مثلا ناخذ البيج، نروح شوي يمين ناخذ الاخضر، انا حابه الاخضر الغامق هذا، تسوي له زائد. البنفسجي اللي فوق زائد، البنفسجي الغامق، نضغط على الدائره المفرغه اللي فيها زائد. Every time I go back to the doesn't save this last. بلا يتسيف. اوكي الحين سحبتوا الالوان، طلع عندكم، تضغطون على السهم اللي فوق سيف باليت. خلنا نسميه مثلا براند 1. اوكي مثلا سمر، سيف. الحين عندكم صار الباليت موجود. يعني خلنا نقول، شفتوا نضغط صح، خلينا نقول احنا نبي نسوي تصميم ثاني. اوكي ننزل تحت، نضغط على الزائد، نختار
ترانسبيرنت، نبي نسوي شيء حق الانستغرام سكوير. زين، نختار مثلا كلام هلو. بس براويكم شلون الباليت موجود. روحوا للكلرز، اوكي، تروحون للسهم اللي فوق، الباليت موجود، تضغطون عليه وينزل لكم كل الالوان اللي اخترتوها. اوكي، نرجع لتصميمنا، بتشوفون التصميم في البروجكتس. نرجع لتصميمنا الفلتر. انا كذي خلينا نقول خلصت. تقدرون تضيفون عناصر، كل ما كان التصميم بسيط كل ما كان يعني واضح وانيق، ما يحتاج نضيف وايد عناصر غير اللوجو والتكست. احيانا حتى التكست مو مهم اذا ما عندكم يعني رساله حابين توصلونها. فنسيف التصميم، نسوي له سيف. الحين التصميم صار وين موجود؟ صار موجود في الفوتوز عندي مثل ما تشوفون. اوكي، وهذا هو مفرغ. الحين انا ابي استخدم هذا الفلتر. احنا مو قلنا ان في لايرز، عندكم مجموعه من اللايرز. خلونا نسوي للخط لوك عشان ما يأذينا. خلينا نقول ابي احط صوره فوتو، عندي صوره مصورتها انا وابي احطها. اوكي، خلونا نختار اي صوره. اختاروا اي صوره موجوده عندكم. اذا ما كان عندكم صوره، في خيار اسمه unsplash unsplash. اوكي، هني تقدرون تكتبون اي شيء تبونه. ايس كريم، يطلع لكم صور الايس كريم. طبعا هاي النسخه المدفوعه. اذا نسختكم مو مدفوعه يمكن بعض الصور ما تطلع عندكم. عندكم جوجل، ما يحتاج تفتحون جوجل وتسوون سيرش، لا، تقدرون تكتبون اي شيء، اي صوره تحتاجونها. مثلا خلينا نقول البحرين. اوكي، يطلع لكم الصور الموجودة في جوجل. أو تقدرون تطلعون سفاري تأخذون الصورة من جوجل، أو إن هي تكون موجودة عندكم في الجاليري أوريدي. خلينا نقول بيتش. أوكي، بحر. طبعا في بعض الصور ما تنفع، يعني إحنا نبي صورة بحر طبيعي، يعني بحر صجي، بما إن إحنا أوكي. مثلا اخترنا هذه الصورة، هي مو بورتري، هي لاندسكيب، فتقدرون تسوون لها زوم. اوكي، او تختارون صورة تكون شنو، تكون بورتري، بورتري بالطول ولاندسكيب بالعرض. نطق على علامة الصح بعد ما نختار الصورة ونروح لللايرز. الحين الصورة صايرة على كل التصاميم اللي سويناها. احنا نبي الصورة تكون تحت، عشان شنو؟ عشان الفلتر يكون موجود. فهي كانت فوق، اضغط عليها بصبعي. زين، سوري، اجين، روح لللايرز، شفتوا الثلاث خطوط؟ امسكوا هذه الثلاث خطوط واسحبوهم تحت. الحين الصورة صارت تحت كل التصاميم. شوفوا التصميم مالنا ما يبين، فهل نقدر نسوي شيء؟ خلونا نسوي edit photo. edit photo هني تقدرون تغيرون ألوان شكل الصورة اللي تبونه. فخلونا الصورة لأنها برايت صايرة، زين، فخلونا نسوي adjust. مثلا saturation، تشبع الألوان. إذا سويناها black and white شفتوا التصميم ابتدى يبين شوي. فأنتوا في الصورة لازم تحاسبون بعد الألوان، العناصر اللي موجودة، شلون ممكن كل شيء يكون متناسق مع بعضه. يمكن في البداية شوي صعب، ولكن مع التمرين راح يكون الموضوع أسهل. أوكي؟ تقدرون تسوون فيد، تلعبون في الهايلايتس في الصورة، أوكي؟ شادوز في الصورة، فنتج، تقدرون تسوونه
شوي كذي كنا معتق شاربن مستوى الوضوح. اوكي تقدرون تسوون السايز، تحكمون في سايز الصورة أو بصبعكم. إذا الصورة تطلع أصغر من التصميم تقدرون يعني تتحكمون في الحجم، يا تختارون صورة تناسب تصميمكم بالطول أو العرض، بس لازم تكون مالية الشاشة كلها. أوكي؟ خلونا نغير. مثلاً أنا ما عجبتني هذه الصورة، يا أني أحذفها من هني أو أنا سويت لوك حق كل العناصر، فسهل عندي الحين أتحكم في الصورة. خلونا نسوي لها ريبليس، أنا أبي أغيرها. خلينا نقول مثلاً girl on the beach. أوكي؟ مثلا صورة، أي صورة كانت هذه مثلا. أوكي فولا، شفت شلون غيرت الصورة حجمها، شلون أكبرها بحيث أنه يسع المكان وأضغط على الصح. طبعاً الصورة لازم أنتوا تحاسبون إذا عندكم صممتوا الفلتر، حلو إنه يكون العنصر مو يعني مو تحت، يكون في النص، عرفتوا؟ أياً كان يعني لا تخلون الفلتر يغطي على الأشخاص أو على الوجه أو إلى آخره، بحيث إن التركيز يكون أيضاً على الصورة. ونسيبها وبس، كذي يكون عندنا سوينا فلتر نقدر نستخدمه. الحين مثلا الفلتر مسيب عندي في الجاليري، نبي نرد نستخدمه في مشروع في صور ثانيه نقدر نسوي له، يا تدشون على نفس التصميم تسيفونه عقب ما تسيفونه، تسوون له سيف اوكي، وتسوون له الصوره ريبليس، تبون صوره ثانيه مثلا. اوكي صار كل الألوان، كل ألوان الصور نفس ال نفس ال قولوا وياي نفس الفلتر. خلنا نختار شيء ثاني، مثلا صورة الكلب. أوكي غيرنا الصورة، نسيفه، نقدر نسوي له سيف، صارت عندنا الصورة الثانية اللي بنستخدمها في الفلتر. وإلى ذلك تبون تغيرون النص تضغطون على unlock. أوكي ونغير النص. راوني الحين شنو سويتوا، طرشوا لي التصاميم اللي صممتوها. تقدرون تطرشون لي على الشات التصاميم اللي صممتوها، خلونا نتناقش. خلونا نشيل الميوت عن المستخدمين، خلنا نسمع صوتهم. How can I flip the image vertically or horizontally؟ أوكي الحين عندكم الصورة، مثلا edit، تقدرون ترسلون الصورة من خلال الشات. في option can they send the picture through the chat، they're practicing now، can they send it through chat or no؟ okay شوفوا الحين انتم مثلا تبون تعكسون الصورة من اليمين الى اليسار، تقدرون تغيرون الاتجاه ل option rotate. خلوني اعيد الخطوة، تضغطون على الصورة يطلع لكم خيارات. No, not me. For the users, can they send pictures through the chat؟ أوكي تقدرون ترسلون الصور على الشات. ضغطنا ضغطتين على الصورة. إي السناب شات للأمانة أتوقع على بروسس ثاني، ولكن أنا اللي حين قاعدين نستخدم الفلتر هو
انتوا قاعدين تستخدمونه حق الانستغرام، اوكي؟ ضغطنا ضغطتين على الصوره، نروح لأجست مثل ما قلت لكم، تقدرون تسوون كروب. الكروب في منه كاستم، زين، سكوير، يقدر يقص لكم الصوره بعده اشكال، مربع، سيركل، دائري، تقدرون تصغرون الدائره، تكبرونها، تبون تسحبون الكروب من النص، حطون صبعكم في النص وتغيرونه، يعطيكم كل الخيارات او الاوريجينال هي الصوره مثل ما كانت. اوكي، ضغطتين عليه يفتح لكم الخيارات للصوره. تبون تسوي سايز، مثل ما قلت لكم تقدرون تسوون روتيت، تقلبونه من يمين ليسار، شفتوا على اليسار، يمين يسار، او فوق وتحت، او تبون تسوون لاندسكيب، يا تحركونه بصبعكم الصوره، تحركونها بصبعكم، او تروحون لخيار الروتيت، تضغطون على الصح. اوكي، تقدرون تستخدمون صبعين على الصوره، اوكي، تكبرون او تصغرون، او اذا انتم مو متاكدين من الزاويه، شوفوا يطلع لكم خط اصفر، هاي معناته ان الصوره في السنتر، احنا نبي نكبرها لدرجه ان تكون ماليه كل الصفحه. اوكي، تمام، عندكم اي اسئله؟ Can we remove the mute from the users? Okay. في أحد عنده أي سؤال؟ شاركوني سويتوها سويتوها. الصورة دايما بتطلع أصغر من الفوتو كاملة. ميوت. الصورة دايما. عيد السؤال. الصورة دايما بتطلع أصغر من التمبلت. اوكي، تكبر الصورة أو إنك أنت تختار صورة تناسب الحجم اللي أنت بتستخدمه. يعني إذا كانت بورتري بالطول، إذا كان تصميمك بالطول تختار صورة بالطول. اختار أي صورة موجودة بالطول. مو واضح الصوت. The voice is not clear. اوكي، تسمعوني الحين؟ في صدى. There is echo. Because maybe there is another, this is the app that I'm... Did you mute this? Okay. بس ثواني بنضبط. زين، سيفوا التصميم اللي سويتوه وشاركوني اياه في الشات. السلام عليكم. عليكم السلام. بس المشكلة ان البرنامج الموجود عندنا اغلبيتها كلها برو، يعني محتاج مبلغ عشان يفتح لك الفلتر، يفتح الاشياء يعني. وبعد يعني جميع الصور كلها اصغر من الـ من الـ من الشاب من الـ الشاب اللي اختار، يعني الستوري مال الانستغرام او الفيسبوك. اي صوره صوروا صوره الحين، صوروا صوره، اي صوره بالجاليري بالكاميرا مالتكم، واستخدموا هذه الصوره، سواء كوب، غرشه، ايا كان، او يعني اي شيء، اي عنصر موجود. احنا قاعدين نطبق بس، فبعدين لما انتم يكون عندكم براند او مصور محترف وزودكم بالصور، تقدرون تستخدمون هذه الصور. خير، بس هو التطبيق نفسه يعني هل تكلفته وايد غاليه؟ لان هو تطبيق يعني وايد يوفر الوقت، يعني استخدام الفوتوشوب والالستريتور وايد يوفر. المجانيه، النسخه المجانيه مطلوب عليها طبعا الفلتر، هي اهم شيء في الديزاين يعني، بس مو موجود خالص في النسخه المجانيه. لازم تشتري النسخه عشان يوفر لك الفلتر والاشياء الثانيه حق جوجل بعد الاشياء. انا بصراحه اشوف انه هو استثمار، يعني حتى لو اشتريت النسخه المدفوعه
راح تستفيد من كل الفيتشر سواء خطوط او element عناصر، يعني استثمار ممتاز للمال، راح يسهل عليك وايد. ولكن اذا انت ما عندك صور مو شرط تستخدم، يعني ممكن تشوف الصور اللي هي الرويالتي فري اللي ما عليها حقوق وتستخدمها في التصميم. اوكي اوكي شات اوكي. طرشتوا لي تصاميمكم ولا لا؟ جاهزة التصاميم بس نرفعها ازاي؟ ترفعونها شلون؟ اكا وصلني داونلود، سألت انا حضرتك. خلونا نشوف ديسكتوب ايمج اوبن فايل. اوكي جميل. من اللي مسوي تصميم الورد؟ عباد الشمس. حلو، ولكن عندي ملاحظة صغيرة من زينب. زينب تصميمك وايد حلو، لكن شوفي التدرج شلون، يعني هذا التدرج ينفع إذا كان إذا ما كان عندك عنصر فوق، فدائما حاسبوا أن التدرج ما يدخل على مثلا إذا كنت صورة ما يدخل على الرأس، يعني بس البليسمنت شلون وين نحط التدرج، إيش كثر اللوجو، ممكن تصغرينه شوي. سمر تايم ممكن تختارين مثلا لون ثاني بس جميل. كثر ما أنتوا تتمرنون راح يصير الموضوع عندكم أسهل. خلينا نشوف محمد بعد طرش لنا تصميمه. open file. صباح الخير، هذا تصميمك محمد؟ محمد عبويب. الصورة حضرتك خارجية بس حاطط عليها يعني جايب الصورة خارجية. اوكي more thanks. شوف انا بالنسبة لي التصميم الناجح هو اللي يحتوي على ثلاث الوان، يعني كل ما تزيد الالوان شوي يصير الموضوع يشتت، فدائما التزم بثلاث الوان رئيسية. حتى لما تروح لمصمم جرافيك يعني دارس هذه الشغلة بتشوف انه ما يخرج عن ثلاث الوان. ثلاث الوان ممكن تبرز هويتك. لما نشوف العلامات التجاريه الكبيره مثلا كوكاكولا لونين، بيبسي ثلاث الوان، اي علامه تجاريه ماكدونالدز لونين اصفر وابيض. شوفوا دائما شوفوا يعني استوحوا من وين ممكن نختار الالوان وش كثر ندخل الوان. فكل ما قل عدد الألوان صار التركيز أكثر على المحتوى وصار more professional. بس يعطيك العافية. من بعد طرش داونلود، خلينا نشوف زينب. زينب الحداد وهلا، خلينا نشوف تصميم زينب. جميل جميل الفلتر، بس أنا ما قاعدة أشوف الفلتر واضح. أنت ما استخدمتي الجريدينج ولا استخدمتي الجريدينج على كل الشاشة؟ لا، قاعدة أشوف تصميمك جميل حلو حلو. عندكم أي أسئلة أي استفسار اكتبوا لي بليز. هلا هلا جميل، حبيت التصميم أندر واتر حلو. النص يناسب الصورة، في تآلف، وحلو إنك كسرتي الألوان بلون الفلتر. داونلود فجر، استأنستوا الحين تقدرون تسوون فلتر؟ نشوف تصميم فجر. open file. حلو space air mile air nation. جميل، فهمتوا فكرة الجريدينج وفهمتوا فكرة إن شلون ممكن تسوون تدرجات. عندي مشكلة إذا حط الصورة يختفي الفلتر بالرغم إن نخلي الصورة آخر شيء. أوكي يختفي الفلتر لأن أنت يمكن مو مسوية للفلتر لوك، سوي حق الفلتر
لوك. يعني رد يحط الفلتر، يمكن انت قاعدة تسوي ريبليس. دروب بوكس، فتح لي صفحة جديدة. لا لا ترشوا لي يا دروب بوكس. من اللي ترش لي يا؟ تقدرون تشاركوني التصميم دايركت داونلود. اوكي نشوف اوبن فايل. مريم جميل، من اللي طرش لي السمر تايم؟ تمام، في احد بعد طرش لي ما شفته؟ في عندكم اي اسئله عن الفلتر؟ ننتقل لشيء ثاني، ننتقل للبوست. اوكي let's go back to mirror. Let's go back to mirror. الحين طبقنا شلون نسوي الفلتر. هاي الفلتر تقدرون تغيرون السايز ماله على حسب انستغرام. اوكي is it zoom start podcast. اوكي الحين راح اعطيكم تطبيق ثاني. has stopped says اوكي يا جماعة بس خلونا نضبط ال خلونا نشوف المررين. الحين بنسوي بوست. شو ممكن نصنع بوست للإنستغرام أو لتويتر أو أي كان؟ قلت لكم ان التطبيق فيه نماذج جاهزه، في ايضا السايزات اللي احنا نحتاجها. Quick question. If I want to add a picture on the filter, how can I make the picture transparent without any background? Okay. راح اراويك الحين. سكروا. Admin, can you close all the mics from the participants? Yeah? Okay. سؤالك كان إن تبي تسوي الصورة نفسها، صورة الكلب شفافة؟ Okay. نضغط عليها ضغطتين. في عندك شيء اسمه opacity، اللي هو الشفافية. كل ما تخفض عرفته؟ ف opacity هو اللي راح يسوي الصورة شفافة أو لا. صرت ميوت. Am I mute؟ أنا mute؟ الحين أوكي، تمام. جاوبت على سؤالك فاطمة؟ هذا هو كان الاستفسار؟ أوكي، تمام. الحين خلينا نقول نبي الفلتر هاي حق بوست في انستغرام. روحوا للثلاث لايرز، لللايرز، اوكي؟ شوفوا اخر لاير اللي هو السايز.
اضغطوا على السايز، هني تقدرون تغيرون حجم التصميم من ستوري الى مثلا سكوير، الى مثلا ستوري انستغرام، بورتريه، لاندسكيب، مع تعديل التصميم. شوفوا هو حين كان تصميم حق بورتريه، لكن لما نغير الشكل يتغير شوي التصميم، فبنحتاج نضبط أماكن الأشياء، العناصر اللي موجودة. سناب شات، أتسي، جوجل، عندكم كل الخيارات، ديسكتوب وول بيبر، ويب بانر. احنا مثلا نبي نسوي بوست، عندنا مثلا حملة نبي نسوي بوست، الحين تقدرون تختارون المربع، تروحون للعناصر تشيلونهم انلوك، تسوون لهم انلوك كلهم. عشان شنو؟ عشان نعدلهم. مثلا الاصفر نضغط عليه حين تحدد، اكبره شوي واضغط على السهم، بعدين اروح لللايرز اصكه عشان ما يأذيني ان ابي احرك شيء ويتحرك شيء ثاني بالغلط، اروح للبنفسجي احسه ممتاز البنفسجي، نضبطه شوي كذي وبالصح، بعدين نصكه مره ثانيه. اوكي، صك التدرج البنفسجي. اللوجو خلونا نصغر اللوجو مثلا شوي، اوكي صح، وبعدين نصكه نسوي له لوك. اوكي شنو بعد؟ الصوره عندنا نضغط على الصوره نكبرها شوي، وبكذي صار عندنا حجم البوست، حجم بوست الانستغرام نقدر ننزل صوره، وعندنا اللي هو البورتري او الفلتر العادي. اوكي خلونا نعيد، شلون ممكن نغير الفلتر من فلتر حق الانستغرام الى فلتر حق البوست نفسه؟ عندي هذا الفلتر جاهز، نروح لللايرز نختار اخر خيار تحت في الحجم. اوكي بتشوفون ارقام، انتبهوا وياي، لايرز اخر لاير اللي هو 1080 1920، هذا هو حجم البوست الحين. في حد يتكلم؟ اوكي not everyone is muted. اوكي ما يطلع السايزات، لازم يطلع. شوفي في الحين ثلاث اللايرز، لا دشيتي على الثلاث لايرز اللي فوق، الخيار الثاني من على اليمين يطلع السايز تحت، ضغطوا على اللي في الاخر خيار ويطلع لكم السايز هني. اوكي خلنا نختار السكوير ونرد نضبط العناصر اللي كانت موجودة، نسحبها هني كذي. اوكي تطلع الالوان فقط. شلون يعني؟ لما تشوفون، لما تروحون للخيار اللايرز في النهاية عندكم اللي هو اللاير الجديد، يعني تقدرون تغيرون السايز. اوكي اذا ما قدرتوا تقدرون شنو تسوون كخيار ثاني؟ تبتدون بروجكت جديد، تختارون ترانسبيرنت وبعدين تختارون الحجم. اذا ما تقدرون تغيرون روحوا لبروجكت جديد، تقدرون تروحون لبروجكت جديد سكوير. زين الحين انا مالي خلق ارد احط العناصر، فشنو اسوي؟ كتبوا اي شيء، كتبوا اي حرف وحطوا صح ونزلوا البروجكت. شوفوا ينزل واي، دشوا على التصميم اللي سويتوه في البدايه، سووا كوبي حق العناصر اللي عندكم وسووها بيست في البروجكت اللي تبونه. بس هني بتضطرون انكم تضبطون من اول وجديد. اوكي هلا
هل الكل عنده هذه المشكلة ما يقدرون يغير السايز؟ ما تقدرون تغيرون السايز؟ وين واحد في المنتصف؟ المهم layers مثل ما قلت لكم تقدرون تغيرون على حجم اللي انتو تبونه. اوكي؟ كلكم عندكم نفس المشكلة؟ اوكي؟ فإذا سوينا فلتر حق story وسوينا فلتر حق post، الحين أبيكم تنتبهون معي. عندنا هذا بعد مثلا هذا نموذج فلتر انا سويته امس، حطيت بورد، شوفوا اللايرز، حطيت مربع، حطيت مستطيل، تقدرون تسوون وايد اشياء. يعني شوفوا هذا المستطيل، هو كان مستطيل كامل لكن انا شلون مسحت اللي تحت؟ الحين براويكم، خلونا نسوي سنتر، نتأكد انه هو سنتر. في شغلة اسمها ماسك، الماسك هاي يمسح لكم بعض العناصر، الخطوط. اوكي؟ الخطوط اللي انتم محددينها، يعني مثلا ابي اقص شوي جزء من اللوجو، اروح لللوجو حددته، اروح لماسك، ماسك شوي ممكن يمسح لي هاي الخط، ما ابي مسح لي اياه. هو ما مسحه، هو غطاه عشان نحط عليه ماسك. اوكي؟ تقدرون تسوون وايد افكار، تستلهمون وايد افكار لستوريز. خلونا ننتقل لبوست. شفتوا هذا التصميم مثلا، هذا البوست. اوكي؟ راح نسوي هذا البوست. شلون ممكن نخلق هذا التصميم؟ نروح لبروجكت جديد، نختار transparent مثلا story. اوكي، نضغط على الصح، اختاروا اي صورة، خروح images، خلنا نختار صورة مثلا، يلا خلنا نقول جوس، خلنا نكتب له، يصير بالعربي يطلع عندنا، ما يطلع عندنا في جوجل، يطلع عندنا، يطلع عندنا سيرش بالعربي. بس مثلا زين، خلينا نشوف الخيارات، كوب قهوة مثلا. اوكي، ما يناسب، خلينا نختار صورة بورتري مثلا، كوفي. اوكي حلو، البورتري هم الصور بالطول، اختاروا اي صوره كانت، اي صوره، اي صوره موجوده عندكم، مو ما يحتاج تدفعونها، تكبرونها بحيث تملي كل الصفحه، تضغطون على علامه الصح، بعدين تضغطون على الصوره نفسها، تسوون لها دوبليكيت يعني تكررت. لما تروحون لللايرز تشوفون الصوره تكررت، تقدرون يا تسوون لها دوبليكيت من المكان الرئيسي أو من هني، حتى من هني تقدرون تسوون له، تضغطون على الصورة بصبعكم وتسوون له دوبليكيت، تكررت ثلاث مرات، فبنمسح مرة واحدة، إحنا نحتاج مرة صورة واحدة. نصغر هذه الصورة، خليها في النص، نتأكد بالنص شلون، لما تحركون صبعكم يراويكم السنتر. حلو؟ نصغرها. الحين شلون ممكن نسوي اللي ورا شوي ضباب، تكون مضببة شوي. نروح للليرز، احنا نعرف ان الصورة اللي تحت هي اللي اكبر، نضغط عليها. لما نضغط عليها بتشوفون الخيارات، تطلع عندكم فلتر، ادجست، كروب، سايز، شادو، اوبوسيتي، بلر. بلر هو اللي راح يضبب لكم الصورة. شفتوا شلون صار الضباب؟ ما تبين. احنا بنخليه 27. حلو، نضغط على الصح. الحين الصورة صايرة جامدة، شلون ممكن نسوي فيها شوي، يعني بحيث أن الصورة الواضحة اللي فوق هذه اللي الحين اخترتها
شوفوا عليها شلون ممكن اخليها تبرز. خلونا نسوي لها شادو، نسوي لها ظل. فتروحون للظل شادو، تسوون انجل، وبعدين من الانجل تقدرون تسوون الشادو ينزل على تحت على يمين اللي تبونه، تتحكمون في اتجاه الشادو. تروحون لبلر، الحين الشادو وايد حاد، البلر راح يخليه شوي انعم. راح تشوفوا الشادو شلون كان حاد، سويناه انعم، اندمج اكثر. هني الصورة شوي برزت. تقدرون تغيرون لون الشادو، تسوون الشادو ابيض اسود، او نقدر ناخذ التامبلت، عندنا تامبلت جاهز بعد، تسوون الشادو اي لون تبونه. اتمنى انكم قاعدين تطبقون وياي وما قاعده امشي بسرعه. ما شاء الله الوقت خلص. اوكي، فلذلك خروح لكلر. خلونا نروح على الاسود، الاسود دائما يعطي افكت حلو. وبذلك صار عندنا صوره حلوه غريبه. خلونا نضيف عليها عنصر من العناصر. اوكي، مثلا جولد برش. دائما البرشز الذهبي هاي طبعا مدفوعين، اتوقع هاي ما اتوقع بتكون ببلاش، ولكن تقدرون يعني احنا قاعد نتكلم عن برنت، او PRINT برنت، ايا كان اي شيء تقدرون تستخدمونه. احنا عندنا شنو؟ كوب قهوه، فخلنا نروح لجولد. في منهم ببلاش، اختاروا اللي ببلاش. اوكي، بتشوفون خيارات يعني بتضيعون من كثر الاشياء اللي موجوده. فخروح جولد برنت مثلا، عاجبني هذا. شغله الحين فتح عندكم، شفتوا علامه الزائد؟ هذه علامه الزائد اذا ضغطتوا عليها يتسيف عندكم البرش، بحيث كل مره تبون تستخدمونه تقدرون تستخدمونه. شوفوا، حطها مثلا هني تك. مثلا انا الحين بنفس البرش again please. اوكي again، اعيده كامل تصميم. عرفتوا الحين layer two pictures duplicate، واحده نسويها blurry واحده لا، نضيف عنصر ونسوي للصوره اللي واضحه نضيف لها شادو. تروحون لهني شادو انجل بلر، تعطونا شوي بلر خفيف. اوكي، تقدرون تغيرون الكلر الاوبسيتي مثلا التشبع. اوكي، تقدرون تلعبون فيه. الحين نروح الى نبي نضيف عناصر برش مثلا. اوكي، شفتوا انا سيفت كولكشن، هاي الكولكشن مالي اللي انا الاشياء اللي انا مسيفتها من قبل. عندكم تقدرون تكتبون فلاورز، تقدرون تكتبون اللي تبونه، كل انواع البرشز عندكم. فانا عندي سيفد هني جولدن برنت ستروك، واقدر ارد اكرره اخليه بالطول بالعرض، بصبعي اقدر اتحكم في الموضوع. اوكي، اسوي له مثلا على الصح، اسوي للثاني ديليت. حلو، البرش تروحون لجرافيك سيرش جولد برش ويطلع عندكم. جميل، يلا ابي اشوف تطبيقاتكم الحين. تقدرون تضيفون تكست مثلا كوفي، كوفي حط هنا كوفي مثلا على الزاوية. اوكي، ولما تشوفون جوا الخط طلع لي خيارات ثانية، خيارات غير الخط، هي الخطوط اللي ممكن تمشي مع هاي الخط. خلينا نقول كوفي تايم. اوكي، وانا مختارة جولد. اللي يمشي مع هذا الخط تقدرون مثلا
نكبر الكلمة. شو صاير فاتح. خلينا نغير المكان. دائما اختار المكان اللي الخط يكون فيه واضح. كوفي تايم. خلينا نسوي تايم لون ثاني عشان نقدر نبرزها. اخضر بيج اخضر نسوي. اوكي كوفي تايم مثلا، او تخلونها على جنب اللي انتم حابين تسوونه. اوكي روني الحين، لا روني الحين نماذجكم اللي سويتوها. روني نماذج اذا سويتوا شيء، ممكن يكون كوب قهوه، شاي، ايس كريم، اللي اي صوره موجوده عندكم. بس شلون ممكن تسوون هذه الحركه وتضيفون برش؟ الحين بعطيكم شويه وقت، دقيقتين. تقدرون أيضاً عقب ما تسوون التصميم تقدرون تغيرون الحجم، تسوي بوست حق إنستغرام، ستوري، بورتري، لاندسكيب، مع التعديلات اللي أنتم ممكن تسوونها حق فيسبوك، حق يوتيوب. خيارات يعني ما تنتهي. وتضبطون أماكن الأشياء. اوكي عندكم اي سؤال شلون اطرش شغلي؟ تقدرين تسوين له سيف، وبعدين من الشات هني لما تسوين له سيف، قلت لكم لا، تقدرون تروحون على السهم الاصفر وتسوون له سيف وما تصكونه لين ما يتسيف. انا الحين اعطيتكم تطبيقات على صور، في تطبيقات على فيديو. اوكي ممكن نسوي بروجكت جديد، نروح لفيديو، نروح لأوفر فيديوز، فيديوهات جاهزة موجودة في أوفر مثلا. خلينا نشوف دروب. شلون ممكن تطرشينه على الشات؟ شوفي ما في خيار مشاركة. ما في خيار. خلونا نشوف أنا، لأن بصراحة ما جربت، ما جربت إني ها طلع عندكم ولا ما طلع؟ Okay. They're saying they cannot share the video, the pictures. ما يطرش ولا لينك ولا شيء. اوكي اوكي ما عليه، الحين خلوهم شاركوني اياهم بعد ما نخلص. ممكن ان احنا يعني بعرض لكم الاكونت مالي، شاركوني اياهم في الانستغرام او على الايميل وبعطيكم التعليقات. الحين خلونا نطبق شيء جديد، شلون ممكن نضيف فيديو للستوري. فنروح لبروجكت جديد، نروح لفيديو، نروح لأوفر فيديوز. خلينا نقول أنا ما عندي فيديو، ما صورت فيديو. خلينا نختار كافي. زين نختار فيديو حلو كذي. أوكي نختار الفيديو، ننتظره ينزل. ومثل ما تشوفون
هذا فيديو جاهز موجود أوفر موفرة لنا نقدر نستخدمه في أي تصميم. فنضغط عليه. شوفوا الفيديو صاير مربع، فإذا ما يصلح حق ستوري. إذا إحنا نبي نصمم حق ستوري نختار الفيديو اللي هو بورتري، أوكي؟ اللي هو طويل شوي بورتري. مثلا نختار هذا يطلع عندكم الفيديو شلون. تقدرون تقصون الفيديو تصغرونه، يعني مثلا تبون يبتدي من هني، تتحكمون في طول الفيديو يمين يسار من الختام للنهاية، تضغطون ويس. الحين صار عندنا الفيديو جاهز. أوكي، خلونا نضيف العناصر اللي إحنا نبيها. هل نقدر نغير حجم الفيديو؟ تقدرون شوفوا نقدر نغيره كاستم، حتى كاستم يصير أي حجم تبونه، 200 في 400 مثلا، هذا 200 في 400، عندكم كل الخيارات. أوكي، هل تقدرون تصغرونه تكبرونه بصبعكم؟ بعد يصير، شوفوا تقدرون تحكمون في الفيديو. ولكن إذا كبرتوه ممكن الرزولوشن شوي يختلف. Can we please repeat the video? Of course. انزل نروح لنيو بروجكت، نروح لفيديو، نروح لأوفر فيديوز. هني عندكم كل الفيديوهات الستوك اللي موجودة، أو تروحون لفيديوز اللي موجودين في التلفونكم. أنا بروح لأوفر فيديوز، اختاروا أي فيديو فري. خلنا نختار كوفي، أنا خاطري في كوفي الصراحة. انزين، ونختار بعدين الفيديو اللي يناسب المنصة اللي بنستخدمها، أو وين بتحطونه، بتحطونه كبوست، بتحطونه كستوري. تقدرون تتحكمون في طول الفيديو. أوكي، هذا الفيديو قاعد يعيد، صار كأنه بومرينج، فأنا ما عجبني بغيره، أرجع بس السهم اللي فوق يرجعني. أوكي، خلونا نشوف هذا الفيديو شلون شكله، ننتظر لين ما ينزل. أوكي، الريال قاعد يتصفح ويشرب الكافي مثلا، خلونا نقصه. أوكي تمام، الحين نبي نضيف العناصر. خلينا نقول بالعربي، خلنا نكتب 10 أماكن للقهوة مثلا، أماكن للقهوة، أماكن تو بالإنجليزي best places or my favorite places for coffee. المهم أنتوا يعني بذوقكم، my favorite coffee shops مثلا، تختارون الخط اللي تبونه. اوكي، قلت لكم تقدرون تشوفون الخطوط هني، تقدرون تختارون انواع موجوده، اذا هي بالمجان تفتحون تشوفون في وايد انواع. مثلا هاي الخط تضغطون عليه ينزل، سوي كذي my favorite coffee shops، تحطون يمين يسار. اوكي، وتضيفون تبون مثلا الخط تقدرون تغيرون الستايل مثل ما قلت لكم، السبيسينج، الكولر. نروح للتامبلت، عندي انا تامبلت جاهز الالوان اللي ما ابي اطلع عنها، للسايز تقدرون تغيرونه، شادو انجل تضبطون شكل الشادو، بلري شوي والى اخره، شيبس او جرافيك مثلا كوفي
تروح للكوفي، العناصر، شفتوا مثلا هذا الكوب، أيا كان. أوكي مثلا هذا الحين فيديو جاهز عندي، ما احتجت لا مصور فيديو ولا احتجت لا مصمم ولا احتجت أي أحد غير برنامج أوفر اللي أنا شاريته، وبعض التنسيق في الكلام، المحتوى، النص، الألوان، أسيفه وعندي يا جاهز. أقدر أحط اللوجو تبعي، أحط الشعار اللي أنا حابته، أيا كان. كذي صار عندنا مثل ما قلت لكم فيديو، سوينا فلتر وسوينا صورة بوست، شلون نقدر نغير الفلتر إلى الحجم اللي إحنا نبيه. مثلا عندكم هذا بعد، هذا تصميم أنا أمس سويته، ما اشتغلنا على التامبلتس الجاهزين. شوفوا في خيار اسمه تامبلت، التامبلت هذا لين تصاميم جاهزة فيها الجرافيك، فيها الصور، فيها كل شيء، تقدرون أنتوا بس تسوون ريبليس. لازم تستكشفون الأب، تدشون تشوفون الأشياء، العناصر الموجودة. فمثلاً اختاروا أي تامبلت، تروحون لللايرز، تقدرون تشوفون اللايرز اللي موجودين، شوف إيش كثر لايرز موجودين. مثلاً هذا العصفور نقدر نحرك مكانه، مكانه جميل. صايرين ثلاث صور فوق بعض، مثلاً أبي أغير هذه الصورة أو أغير لونها أو أغيرها غير خير شر، يعني أضغط عليها أسوي لها ريبليس وأقدر أغيرها إلى صورة ثانية وتأخذ نفس الحجم اللي موجود، اللي كان موجود نفس الشيء. أو لا ما عجبتني، أنا أختار الرصاصية. إذا ما عجبكم تطقون على الأكس يرجعكم. مثلاً هذا تابلت جاهز ما يحتاج أغير فيه ولا شيء. مثلاً 5 vegetarian meals you can cook on a student budget، هذا مثلاً باللغة الإنجليزية. نقدر نروح نغير نص، نكتب نباتية، وأنا عندي خط هني جاهز. شلون ممكن ننزل خط؟ ها هني هذا السؤال. مثلا أنا عندي customize، تروحوا للسهم اللي فوق، تروحوا لكاستم، add fonts. في هذا الخيار تقدرون تضيفون الفونت اللي أنتوا تحتاجونه أو اللي يمثل هويتكم. add fonts، مثلا عندي أنا هني براوزر داونلودز، أنا لأن عندي أب الدوكيمنتس، عرفتوا؟ فوين الخطوط؟ وين أهما؟ ري آيتمز؟ لا هل هو هذا؟ لا، أوكي خلوني أراويكم بسرعة شلون ممكن ننزل خط، أوكي؟ أنا عندي مثلا على سبيل المثال دوكيمنتس، فبروح هني خل نكتب fonts، أوكي؟ أو خطوط، خطوط عربية، أوكي؟ أكبر وأفضل موقع للتحميل، نشوف، نختار أي خط، خطوط عربية جديدة، مع الإعلان، كنسله. خطوط عربية جديدة عندكم، شوفوا اختاروا أي خط، اختاروا المجموعة، أوكي؟ الحين بس لسبيل على يعني بس عشان التدريب خلونا نختار أي خط موجود. مثلا تحميل، أوكي؟ أوبس لا،
هذا راح يدخلنا الحين في مليون مليون يعني صفحة، بس ما بيبينا ان انا اشرح لكم شلون، بس تقدرون تنزلون الخط باي اي اي كان، مثلا دروب بوكس، جوجل درايف، تدشون هني اد فونتس بتشوفونه بيطلع عندكم ريسنت اور براوزر، اوكي في الداونلودز. منها تقدرون تنزلون انتم الخط اللي موجود، اوكي. شوفوا يطلع لي وان درايف او ماي ايفون، شنو اللي موجود فيه، الداونلودز. هني تقدرون تشوفون وين انتم سايفين الخط وتضيفون الخط. زين، خمس وصفات نباتية، وصفات سهلة وسريعة. نغير الخط. عندنا خط، كنا في خط عربي، روحوا لايبراري كتبوا عربي. عندكم مثلا اقلام، هل بلاش او لا؟ وصفات سهله وسريعه. There you go. تقدرون تضيفون النص اللي تبونه. هذا تامبلت جاهز من مكان شكله كذي، ليه سويناه، ترجمناه، سويناه بالعربي بس، وما نحتاج لا مصور ولا مصمم ولا شيء، مجرد ان احنا نختار الالوان، نغير نوع الخط، الكلام، وذاتس ات. عندكم اي اسئله يا جماعه؟ let's remove the mute from everyone. طبعا في وايد اشياء ممكن نتعلمها، في وايد امور ممكن نتعلمها في التطبيق. ساعتين ما تكفي، اكتشفت هالشيء. كنت حابة اني اسوي معاكم تطبيق، ارسلت لكم اياه، بشارككم اياه على السوشيال ميديا، وطرشوا لي تمارينكم. تقدرون الحين تسألوني ونجاوب قبل لا ينتهي الوقت. Can you paint manually؟ لا، ما في هذا الخيار. البن فيكم. شكرا جزيلا، اتمنى ان استفدتوا. كاونتي على الانستغرام وايميلي، بامكانكم تتواصلون معي. اسفه اذا يعني سهيت وما يعني ما خذينا تدريبات كفايه، لكن تقدرون تتواصلون معي، واي سؤال عندكم راح اجاوب عليه. انستغرامي السعيد ياس ALSAEED YAS. اوكي، هذا هو الانستغرام، تشوفونه ظاهر عندكم. اذا حابين تطرشون اي استفسارات او اي اسئله. اوكي، اذا اتمنى انكم استفدتوا من هذه الورشه. الانستغرام ما ادري اذا خذيتوه ما خذيتوه، خلنا اكتب لكم في الشات. There is more chat. السعيد ياس. اوكي، يعطيكم العافيه واتمنى لكم كل التوفيق. صناعه المحتوى هي عمليه المفروض تكون فن ومرحه، ومنها تكتشفون الجانب الفني عندكم. دائما شوفوا وحاولوا تطبقون التصاميم. اذا شفتوا شيء في الانستغرام سووا له سكرين شوت واحتفظوا فيه، وحاولوا يعني not to copy it، انه stealing شوي، السرقه بفن مثل ما يقولون. يعطيكم العافيه، وانا سعيده اني اليوم ان شاء الله اني كفتكم ولو بشوي، ويومكم سعيد باذن الله. Please type your account. L سعيد YAS. اوكي، كتبت لكم. هل بيكون في شهادة حضور؟ اتوقع راح يتواصلون معاكم على الايميل. And we're done. يعطيكم العافية ومع السلامة.